استهدفت غارة جوية أمريكية جديدة فجر السبت قافلة للحشد الشعبي شمالي بغداد بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي العراقي، في تطور يأتي بعد 24 ساعة على غارة مماثلة أدت لمقتل كل من نائب رئيس هذا التشكيل العسكري الموالي لطهران والجنرال الإيراني الواسع النفوذ قاسم سليماني. وأفاد مصدر عسكري عراقي بقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في هذه الضربات الجوية التي استهدفت الفصيل العراقي قرب معسكر التاجي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تصريح له بعد الغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني إنه مستعد لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمريكيين، وأضاف أن الجنرال الإيراني كان يحضر لهجمات على دبلوماسيين أمريكيين، مشيرا إلى أن سليماني قتل وألحق الأذى بعدد كبير من الأمريكيين. وفي وقت سابق ذكر البنتاغون أن الهدف من الضربة الأمريكية هو ردع إيران من شن هجمات مستقبلية على أي مصالح أمريكية في المنطقة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لهجوم وشيك. وأضاف هوك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخرج سليماني من المعركة وهذا إنجاز كبير، وأشار إلى أن سليماني كان على لائحة الأمم المتحدة للممنوعين من السفر. ولمح المبعوث الأمريكي إلى الدور الذي لعبه سليماني في شن هجمات باليمن وسوريا والعراق ولبنان. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، واستعرض الجانبان أبرز التطورات التي حدثت في العراق وسبل نزع فتيل التوتر في المنطقة، كما بحثا ما يمكن القيام به من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة العربية غداة الأحداث المضطربة. من جهته ناقش بومبيو خلال الاتصال الهاتفي مع ولي العهد السعودي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحماية الأمريكيين. قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الجمعة إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق. وستأتي التعزيزات من قوة الاستجابة العالمية للفرقة 82 المحمولة جوا، والتي استقدمت بالفعل عدة مئات من القوات الإضافية إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تزايد التوتر بسبب الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد. وتأتي هذه الخطوة إثر مقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قالت واشنطن إنه كان وراء هجمات على منشآت أمريكية في العراق خلال الأشهر الأخيرة.